أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم تماظر. أم تماظر سبق وأن عرضنا لها بعض الأسئلة في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء أيضا لها جمع من الأسئلة، فتسأل وتقول: هل هناك آيات مخصوصة يقرأها المسلم في اليوم والليلة من القرآن مع ذكر فضائل بعض السور مع بيان السبع المنجيات من القرآن؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الآيات والسور التي تشرع قراءتها في الصباح وفي المساء وبعد الصلوات الفرائض هي آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله، ومن قرأها عند نومه فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وكذلك قراءة سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. يقرأ هذه السور بعد آية الكرسي عند النوم وفي أدبار الصلوات، ولكن بعد الفجر يكرر هذه السور الثلاث، كل واحدة ثلاث مرات بعد الفجر وبعد المغرب. أما في بقية الصلاة فإنه يقرأها مرة مرة بعد آية الكرسي، وبهذا يحفظه الله سبحانه وتعالى، تكون هذه القراءة حرزا له من كل شر، ويحفظه الله بها مما يكره. فلا ينبغي للإنسان أن يهمل نفسه من هذا الحصن الحصين، وأن يتساهل أو يتكاسل عن قراءة هذه الآية وهذه السور في هذه الحالات. وأما السبع المنجيات كما يقول في السؤال، فلا أعرف أن في القرآن ما يسمى بالسبع المنجيات. نعم، القرآن فيه السبع المثاني، قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمشهور أن الفاتحة، أن سورة الفاتحة، لأنها سبع آيات. وقيل المراد بالسبع المثاني السبع الطوال، سبع السور الطوال في أول القرآن. نعم.